بحضور معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري، وقعت شركة أسري اتفاقية تعاون مشترك مع شركة وودلاندز القابضة وود سيرف بهدف توفير الخدمات المتعلقة بصناعة النفط والغاز في مملكة البحرين. توسعا في استخدام أحدث النظم الحديثة في الاستكشاف والإنتاج والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، تولت وزارة النفط مباركة توقيع اتفاقية بحرينية أمريكية قامت عليها شركة أسري وشركة وودلاندز القابضة، والتي تهدف إلى توفير الخدمات المتعلقة بصناعة النفط والغاز في مملكة البحرين. اليوم طبعا وقعت شركة أسري مع شركة وودسيرف تعاون للقيام بأعمال إنشائية في القطاع النفط والغاز في البحرين، ويضم سلسلة من النشاطات لجذب الشركات الأمريكية عملنا بها منذ فترة وبتوجيه من القيادة الرشيدة. طبعا اليوم شركة أسري عندها القدرة على تصنيع مجموعة من القطع اللي نستخدمها في شركة تطوير، ومن خلال الاتفاقية هذه نسعى إلى توطين هذه الصناعة، وبإذن الله تفتح فرص لشبابنا البحرينيين للدخول في هذا القطاع، وإن شاء الله هي بداية لمجموعة من الاتفاقيات مع القطاع النفط في الولايات المتحدة. عمل متواصل وخطة مستقبلية وضعتها الشركتان لتأسيس هذا المشروع المشترك من أجل تعزيز الاستثمار في القدرات المتميزة الرامية إلى توفير فرص تدريب وتوظيف للمواطنين البحرينيين، بالإضافة إلى خلق الانسجام بين القدرات والمرافق المحلية لأسري مع خبرة وودسيرف في جلب التكنولوجيا الأمريكية والحلول الإبداعية، ليسفر هذا التعامل عن إنشاء مركز خدماتي متميز في مملكة البحرين قادر على تقديم حلول مبتكرة وتمديد خدمات حقول النفط للمنطقة. أهمية هذه الاتفاقية طبعا هو عقد مشاركة لخدمة القطاع النفطي في البحرين ودول المنطقة عن طريق المقدرات الموجودة والأجهزة والورش الموجودة في شركة أسري، حيث يتم الاستفادة منها في خدمة القطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى القطاعات البحرية والسفن وخلافه. فهي طبعا قفزة في أعمال أسري ونطاق أعمال أسري اللي ممكن تقدمها للاقتصاد الوطني في البحرين ودول المنطقة. نحن متحمسون جدا لهذه الشراكة مع شركة أسري والهيئة الوطنية للنفط والغاز، التي ستكون بمثابة منصة قوية جدا ليس فقط للتوصيل إلى البحرين بل وإلى باقي دول مجلس التعاون الخليجية. لذلك يعد هذا استثمارا لنا، ونحن متحمسون لجلب تقنيات وتكنولوجيا جديدة واستضافتها هنا في البحرين بالتعاون مع عدة شركات أمريكية، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة البشرية والمهندسين البحرينيين الذين يعملون حاليا في شركة أدنوك في أبوظبي، وعملوا مسبقا في أرامكو السعودية، حيث سيكونون مصدر رائع ذو قيمة مضافة. ترحيب واسع بتوقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تسهم في توفير حلول وخدمات عالمية المستوى لمملكة البحرين، بما يعزز التنافسية في عملية استخراج النفط والغاز وجذب الاستثمارات المساهمة في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين ورؤيتها لعام 2030. يأتي توقيع هذه الاتفاقية ليؤكد على حرص مملكة البحرين على تطوير قطاع النفط بشكل متواصل، ما يعزز مستواها العالمي في هذا المجال. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.